الان انا بلاحظ دايما انتي في الاوتفيتس بتاعتك بتحبي تعملي لايرز، يعني بتحبي حاجه فوق حاجه، يعني بتحبي، هل ده هقول لك انه بيبقى ستايلش اكتر يا امينه؟ غير لما هتلبسي مثلا، انتي هتلبسي مثلا بدله عاديه، جاكيت توب، بنطلون، لو محجبه ولبستها ولبست السكارف عليها هتحسي ان شكلها كده في حاجه غلط. لكن لو حطت مثلا شميز طويل بترين شويه تحت الجاكيت قصير هتلاقي شكلها اختلف، شكلها احلى. الشعر بالزبط. بيعمل عمايله برضه، الشعر بيعمل عمايله. لا معلش، بس ما تنكريش ان انا مدلعه المحجبات. لا مدلعه جدا. لا لا مدلعه طيب، يعني جداً. انا كده ايه، وحشه مثلا؟ لا لا، زي القمر، زي القمر والله.